مسمار الكيف او لا مسمار القدم، فهاد المشكل هذا صعيب بزاف، بحيث انه كيعطي للمريض يعني الالم، كيعطي واحد الحريق في القدم ديال المصاب، وكذلك كيعطيك واحد يعني واحد المظهر اللي كيكون مقرف، يعني كيكون الانسان بين الالم وبين المظهر كذلك، يعني حتى واحد ما كيبغي يشوف يعني الاقدام ديالو في واحد الصوره اللي خايبه. ف يعني هذا المسمار الكيف او مسمار القدم كما كتعرفوا كيجي يعني عن طريق بزاف ديال العوامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. فهاد الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي طبيعيه في المنزل ديالكم، باش نعالجوا ان شاء الله المشكل ديال مسمار الكيف او لا مسمار القدم. فهاد المشكل هذا كما كتعرفوا بغض النظر على الالم اللي كيعطينا، فهو كيخلينا يعني كيخلي لنا واحد المظهر اللي كيكون مقرف، يعني واحد المظهر اللي كما كنقولوا بالدارجه كيعيف، يعني ما كتبغي تشوفه لا في اللحم ديالك لا في اللحم ديال واحد اخر. وهذا مسمار الكيف او لا مسمار القدم كيجي يعني عن طريق بزاف ديال العوامل، من بينها يعني سبب الوراثه، يعني كاين بزاف ديال الناس كيجيهم مسمار الكيف فقط عن طريق الوراثه، يعني كيكون وراثي. كاين كذلك اللي كيجيهم مسمار الكيف عن طريق ارتداء يعني الاحذيه الضيقه ولا يعني الكبيره بزاف، يعني كيكون مثلا كتلقى الانسان كيلبس واحد الصباط ولا واحد السبرديله يعني كبيره عليه بزاف ماشي قياسه، ولا كتلقاه كيلبسها يعني ضيقه كتكون لاصقه بزاف، يعني هذا الشيء ماشي صحي. فالانسان يحاول يرتدي واحد الاحذيه اللي تكون ماشي لاصقه بزاف وكذلك ماشي واسعه بزاف، يعني المهم تكون تكون قياس كما كنقولوا، يعني تكون مثلا النمره ديالك تاخذ نمره زايده عليها مثلا بحال هكا باش كيكون يعني الرجل ديالنا مرتاح. كاين كذلك ارتداء الاحذيه اللي كتكون يعني مزموته كما كنقولوا، يعني كتكون ما مهوياش فاش كتبقى لابسها واحد الوقت اللي هو طويل بزاف، كيعطيك هاد المشاكل هادي من بينها مسمار الكيف وبزاف ديال المشاكل الاخرين. فدابا بلا ما نطول عليكم ندوزو ان شاء الله للوصفه. الوصفه ان شاء الله هي يعني غادي ناخذ واحد الكميه ديال الخل، يعني الخل كما كتعرفوا كاملين غيبانوا لكم الصور بالنسبه للناس اللي ما غيعرفوش، مثلا واخا ما كنظنش كاين شي واحد ما كيعرفش شنو هو الخل، ما علينا. المهم غنشدو واحد الكميه ديال الخل غنضيفوا ليها يعني الدوبل ديالها ديال الماء، مثلا خديت معلقه كبيره ديال الخل غادي نزيد عليها زوج معالق كبارين ديال الماء، يعني باش نخففوا داك الخل. غادي نشدو يعني هاد الخليط هذا ديال الخل والماء، غادي يعني غادي نطبقوه فوق مسمار الكيف. حاولوا ما تفوتوش الوصفه، يعني باش ما تقيسش الجلد اللي سليم اللي ما فيه والو، علاش؟ حيت الخل كما كتعرفوا قاصح شويه الا خليناه في البلاصه مده طويله. بعد ما غادي نطبقوا الخل والماء ديالنا على مسمار الكيف غادي نغطيوه بواحد اللاصق طبي ولا واحد الفاصمه، غادي نباتوا به ليله كامله، يعني غنباتوا ليله كامله وحنايا عندنا داك الخل فوق ديك الحبه، يعني فوق داك مسمار الكيف. فاش غادي نفيقوا في الصباح شنو غادي نديروا؟ غادي ناخذوا واحد البانيو غادي اولا اناء غادي نضيفوا ليه يعني ما يكون سخون، يعني يكون يعني فايت دافي شويه، يعني يكون سخون، مهم تستحملوا الرجل ديالنا. غادي نضيفوا عليه شويه ديال الملحه، يعني ملح الطعام، وغادي نضيفوا دوائر ديال الحامض ولا طروفه، المهم غنضيفوا عليه الحامض. غادي يعني نحطوا رجلينا في داك البانيو اللي فيه هاد المكونات اللي ذكرت دابا، غادي نحاولوا ما امكن يعني غادي نبقاو نحكوا داك مسمار الكيف بداك الطريفات ديال الحامض وداك الشيء، ونحاولوا بحال كنديروا مساج لرجلاتنا، علاش؟ غير باش يرطابوا، يعني باش ترطاب لينا الجلده يعني ديال رجلينا. من بعد اش غنديروا؟
غادي نشدو ديك الحجره اللي كنحكو بها القدام ديالنا، ولا يعني كتكون حجره وكتكون ديك الاخرى اللي هي غتبان لكم الصوره ديالها. يعني كيختلفوا، يعني كاين بزاف ديال الاشكال من هاد الحكاكات هادو ديال الرجلين. المهم غادي نحكو فوق ديك مسمار الكيف مزيان مزيان، غنحاولوا نحكو بعد ما غنكونوا رطبنا البلاصه كما قلت لكم بالماء. من بعد غنشفوا رجلينا مزيان وغادي ندهنوهم بزيت الزيتون، زيت الزيتون، وغادي يعني ديروا الجوارب ديالكم، غتبقاو يعني داك النهار كامل حتى الليل، وغادي تعاودوا تكرروا نفس العمليه. يعني غتستمروا على هاد العمليه هادي حتى كيبرى لكم داك مسمار الكيف اللي عندكم، يعني حتى ما كيبقاش. غير للتذكير يعني سميتو الحجره اللي غتحكوا بها هذيك البلاصه، حاولوا ما امكن ما تستعملوهاش للبلايص اخرين، يعني حاولوا ما امكن ديك الحجره تبقى خاصه بديك البلاصه بالضبط. وغادي تتبعوا يعني هذه الطريقه هذه، وان شاء الله راه ما غاديش يبقى عندكم هذا مسمار الكيف هذا. الى وصلتوا حتى لهنايا ما تنسونيش من اللايك، وحطوا لي واحد الكومونتير يكون مشجع، فضل منكم راه ماشي امر يعني بطبيعه الحال. قلت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو اخر بحول الله.